السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد، وإن شاء الله النهاردة هنستكمل شرح المناهج. النهاردة عن الدور على جريد 2، هنشرح إن شاء الله النهاردة الدرس الأول Meet My Family، قابل عائلتي، وهنتعرف الفونكس اللي فيها والمحادثة conversation، وكمان كل التفاصيل الخاصة بال الدرس. اللي أول مرة يشوفنا قناة تأسيس بدون تعقيد ونفس الاسم على الفيسبوك الجروب والصفحة والأكاونت بشخص بتاعي محمد سعيد، بنساعد الأطفال إن هم يتأسسوا كويس في حاجات كتير جدا، في الساينس، في الماس، في الإنجليش، حاجات كتير جدا جدا. في جدول أنا نزلته إن يوم السبت هيكون جريد 4، جريد 3 لحد الاثنين، الثلاث جريد 2 والاربع جريد 1 وكي جي 2 كي جي 1 خميس، وهيكون في يوم مخطوفات كده تاسيس للكل. لاول مره شفنا يفعل الجرس ويشترك علشان يوصلوا كل جديد، هتلاقي محتوى هادف جدا 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 جدا. النهارده هنبدا مع اول درس في الترم الثاني. حد عايز يبدا بدري شويه؟ انا كده كده هنزل منهج، وانت عايز تبدا من دلوقتي تمام لان المنهج طويل، عايز تصبر شويه تمام. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ب Meet My Family، ده اول درس تمام عندنا في المنهج يونت 1 ليسن 1. اسمه ايه الدرس؟ الدرس ده اسمه زي ما انت شايف كده العنوان اهوت ليسن 1 يونت 1، اسمه Meet my family. كلمة meet معناها يقابل، my بتاعتي أنا، بيجي وراها الشيء المملوك، family عيلتي. قابل عيلتي، حد طفل أو طالب بيقابل طالب تاني وهم الاثنين بيتعرفوا على بعض وكل واحد بيقدم عيلته، ده اسمه بابايا ودي مامتي وده جده وده معرفش مين، بيعرفوا بعض. تعالوا نشوف الدرس هيكون بيتكلم عن إيه. والليسن 1 بيقول لي read and repeat. طبعا ده مش كويس ان انا اقول وعيد، لازم انا اقرا لوحدي. طيب عن جده اسمها grandma، خد بالك من الدي هنا في الامريكان اكسنت، ما بنطقهاش، ما اقولش جراند ما، grandma، لكن في البريتش بنقول جراند ما. طب احنا ننطق بريتش ولا امريكان؟ لا، انا بحب الامريكان، هو منتشر جدا جدا جدا، وهو لو اتكلمت امريكان في اي مكان الناس كلها تفهمك، لو اتكلمت بريطاني في اي مكان مش كل الناس تفهمك. فدي اسمها جراما، خد بالك من نطق الحرف الار، جراما، ريبيت افتر مي، جراما جراما. طيب كلمه جد جرامبا، جرامبا با بي تقيله، جرامبا. طيب الاثنين مع بعض عايز اقول دول اجدادي، هقول جراند بيرنتس، جراند بيرنتس. ده كلمة parents معناها أبوين، grandparents معناهم الأب والأم الكبار بتوع بابا وماما. تاني grandma، grandpa، grandparents. طيب الوالدين بقى بابا وماما، عايز أقول دول والدي، هقول إيه؟ parents. خد بالك الـ A هنا لونج A، parents، لأننا عندنا A ساكن E زي ما أنت شايف، A consonant E هتخليني أنطق الـ A باسمها، بقول A ما أقولش parents زي ما بنسمع من كتير جدا، لا parents، parents. طبعا ما انصحش ان حد يشتغل معانا الا ما يكون دارس فونكس، ما انصحش اي حد يبدا في المنهج الا ما يكون دارس فونكس، عشان لما اقول له دي لونج اي يبقى عارف يعني ايه لونج اي، دي الحاله الاولى من اللونج اي يبقى عارف يعني ايه الحاله الاولى من اللونج اي، مش يبقى قاعد سوري في اللفظ زي الاطرش في الزفه مش عارف. وده النقطه اللي بنقع فيها كلنا، بنشتغل منهج بدون ما ناسس فونكس وصوتيات صح. بيرنتس الكلمه ديت الاو هنا سايلنت، cousin والاس جايه بين تو فاولز، وعندنا قاعده بتقول when the letter s comes between two vowels we pronounce the letter s z، لما حرف الاس يجي من حرفين متحركين انطقوا كده ز، تبقى اسمها cousin، cousin، ك ك شورت يو والاو هنا سايلنت تمام، زن شورت اي cousin. طيب اطفال يعني children، عند السي اتش منطقه تشا وشورت اي ايه، يبقى تش تش تشيل تشيل درين، خد بالك من الدي مع الار در، ما اقولش دري مش تشيلدرن، لا تشيلدرن. والكلمه دي بننطقها غلط ليه؟ لاننا بنقول طفل يعني تشايلد، فهنقول اطفال تشايلد، لا اسمها تشيلدرن، شورت اي وشورت اي، تشيلدرن تشيلدرن يعني اطفال. طيب اصدقاء يعني نفس الحكايه فوق، اسمها فريندز، امريكان اكسنت اسمها فريندز، بريتش اسمها فريندز، فريندز. تاني
امريكان اسمها فريندز، بريتش اسمها فريندز، لكن لما نقول فريندس دي مصري، ده مصري مش حاجه اسمها فريندس. حتى في الامريكان بيقولوا فريندز، في البريتش فريندز، الدي مش بنظهرها قوي، فريندز امريكان فريندز، لكن مصر نقول فريندس. ايه فريندز دي؟ طيب دبدوب اسمه تيدي بير، ت ت شورت اي تيدي، والواي في الاخر بتعمل لونج اي، تيدي بير. عشان كده بنصح بقول ما حدش يدخل معانا الا لما يكون دارس فونكس. انا طريقتي في الشرح كده، بعلم الطفل يكتب الكلمه عن طريق الصوتيات مش عن طريق الحفظ، فهيكون تايه لو هو مش عارف يعني ايه صوتيات. تيدي الواي في الاخر بتعمل لونج اي، اي تيدي، والاي اي حاله شاذه جدا جدا هنا بتعمل لونج اي، فبقول بير، تيدي بير مش بير. يريد يعني want 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 want. وقدام شويه هناخد الفرق بين want و need. need بتيجي مع الضروريات، I need water، I need house، I need shelter، I need clothes، لكن want بتيجي مع الحاجات الايه الغير ضروريه، يعني اللي انا عايزها لكن لو ما جاتش ما يحصلليش حاجه. I want sweet، انا عايز حلوى، لو ما جاتش الحلوى عادي هعيش جدا جدا. I want toys، انا عايز العاب، لو ما جاتش عادي هعيش جدا جدا. طيب بعد كده نكمل، لان يعني because، خد بالك من النقطه بتاعها اسمها because مش because، ما تقولش because. هنا عندي كام حاله، بي لونج اي واي يو بتعمل لونج او، والاس بنطاها من تو فاول ز، because because. انا هحاول اشرح ده على السبوره لان انا حاسس ان انا كده مكتف مش عارف. دي واحده معمل، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده معايا، همسح السبورة بس لان كان عندي حصه اونلاين، ما اعرفش كده ظاهره ولا مش ظاهره. كلمه بيكوز مهمه جدا جدا، فيها اربع حالات، تخيل كلمه واحده فيها اربع حالات عندك يا بطل. ايه هم الاربع حالات دول؟ بص معايا كده، ظهر ولا مظهر؟ بص كده، كلمة بي كا أوز. الناس اللي بتقول الصوتيات مش مهمة، وإزاي الطفل يدرس من غير ما يعرف صوتيات. بص كده، بي أدي لونج إي أول حاجة، ك أو، الأي يو بتعمل لونج أو، ز والإس من تو فاولز بنطقها زي، تبقى بي ك أوز، بيكوز، ما اسمهاش بيكوز، مش اسمها بيكوز، اسمها because. تاني because، ما تقوليش because، مش حاجه اسمها because. خلينا نحت السبوره عشان لو حاجه في حاجه نشرح، تمام. طيب كلمه يجعلني سعيدا makes me happy، makes me happy، ايه دخل الاس هنا بقى؟ ليه مش make me happy؟ الاول تعال نشرح الصوتيات اللي في الكلمه دي. makes me happy، makes مي هابي. أول حاجة عندي A ساكن E، بنطق A اسمها ميك، بعد كده عندي مي فاينل E لونج E، هابي شورت A وفاينل Y بتعمل لونج E، برونوم ذا ليدر E باي اتس A باي اتس نيم. طبعا متاح شرح المنهج زي ما أنت شايف كده على زوم لو حد يحاول محتاج يشتغل برايف. طيب ميك ليه حاطينها S هنا؟ لأن الحاجة اللي دي بتجعلني أنا، ما ينفعش اقول ميك مي هابي، كلمه ميكس الاس دي مضارع بسيط، الحاجه دي بتجعلني سعيد، لما انا اشتغل في جو كويس ميكس مي هابي، كره القدم ميكس مي هابي، فوتبول ميكس مي هابي، بتجعلني سعيد، فالحاجه دي مفرد فلازم احط ايه؟ المضارع الايه؟ البسيط، لان ده حاجه عامه بتسعدني دايما مش في اوقات محدده. ميكس مي هابي يعني تجعلني سعيد. دي الكلمات ننطقها تاني عشان احنا شرحناها، دايما بحب اقولها بالتفصيل وبعد كده اقولها ايه واحده واحده. طيب تاني جراندما من غير انجلش اونلي، جراندما، جراندبا، جراند بيرنتس، بيرنتس، كازن، تشيلدرن، فريندز، تيدي بير، وانت، كوز، ميكس مي هابي. طبعا هنا بيقول لي ذس، بيقول لي تشير للمفرد القريب. This is my friend، زي عندنا في العربي بالظبط، عندنا اسم الإشارة للمفرد وعندنا اسم الإشارة للجمع. بص معايا كده، عندنا اسم إشارة مفرد وعندنا اسم إشارة جمع. إيه هو؟ عندنا في العربي إيه؟ هذا ولد وهذه بنت،
تمام. هذا في الانجليش بقول this، بيجي وراها دايما this is، بيجي وراها دايما اسم مفرد singular noun. تمام. اشاور، طب اقول ايه؟ this is my cousin، ده ابن عمي او ابن خالي، ها بيجي وراها ايه؟ اسم مفرد. تمام. طيب عايز اقول دول عيلتي، ايه جمع this is؟ جمعها they are. is this جمعها they وال is جمعها are. they are مثلا my parents، وبيجي وراها اسم ايه؟ they are، بيجي وراها اسم ايه؟ اسم جمع. طب ايه الفرق بين this is و it is؟ وده سؤال دايما بيجي لي، زي ما يكون الانجليش واقف على السؤال ده. ايه الفرق بين it is و this is؟ this is معناها هذا يكون، طب it is معناها انه يكون. فيا سيد الفاضل استخدم اللي انت عايزه براحتك، استخدم اللي انت عايزه براحتك، هي ما جاتش هنا الانجليش فيقف. this is هذا يكون، it is معناها انه يكون، يبقى دي ينفع ودي ينفع، ما تعقدش الدنيا، الله يكرمك عشان الانجليش ابسط من كده. زي ما انت شايف this is they are، نفس الحكايه، متاسف جدا، جمع this is these are. these خد بالك الاس اللي منطقها زي، these are نفس الحكايه. ايه الفرق بين they are و these are؟ these are معناها اولئك او هؤلاء يكونوا، و they are معناها هم يكونوا. هي دي جمع دي ودي جمع دي، سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه، كل حاجه سهله. تمام. نكمل. كان جايب لي اكسرسايز، طبعا هتنزل بالكلمات على عمود. تمام، سهله جدا، درس ما فيهوش اي حاجه، زي ما انت شايف تنزل بالكلمات على عمود، اكتب ستيب اهيد، اشتغل من اي كتاب معاك، هو نفس الشرح واحد، الشرح كله هيكون واحد، ما تقلقش. هنا بقول لي supply the missing parts in the following dialogue. احمد do you know the teddy bear؟ طبعا do you want، لما اسال حد اقول له انت عايز حاجه، هقول له do you want، do you want، yes I want the teddy bear because he makes me happy. تمام. يبقى do you want معناها هل ترغب او هل تود او هل تحب. do you want، do you want معناها ايه؟ واكمل do you want، do you want هل ترغب هل تريد، do you want هل ترغب او هل تريد. ممكن استخدمها مع ابني في البيت عشان اثبت المعلومه. تمام. هي برضه الكلمات اللي احنا خدناها، grandpa grandma friends parents parents children دول دول يعني عروسه لعبه، brother cousin parents grandma. هنا ترتيب الكلمات. تمام، انت شايف كلمات ترتبها، ده بالنسبه لسن 1. طيب هنا بقول لي بقى حط this is او this are، هنا بقول لي is teddy bear، طيب اختار this ولا this ولا اعمل ايه بقى؟ انت شايف الكلمه دي ايه؟ teddy bear ده ايه؟ مفرد. وايه كمان بعرفني ان هو مفرد؟ عندك كلمه is، يبقى this is teddy bear. طب are children verb to be جمع، و children جمع، حط they are. هنا this ولا these ولا those is my cousin، ها this is ولا these is ولا those. those يا جماعه معناها اسم اشاره البعيد، حاجه تكون بعيده عني. طيب ده ايه؟ is، يبقى this is وانت مغمض، that ولا this ولا these are، are وانت مغمض تاخد ايه؟ these، لان this معناها اسم اشاره المفرد القريب وذات للبعيد. this not my grandma، my grandma ده مفرد ولا جمع؟ ده مفرد. يبقى فين از هنا؟ از ان بتجيش الا مع مين؟ ما بتجيش غير مع الار. ذيز طبعا ده جمع، حط معاها ار، ذيز ار ماي جراند بيرنتس، ذيس از ماي. طيب ذيس از بي وراها اسم مفرد صح؟ فين هنا مفرد؟ كازنز جمع، بيرنتس جمع، تيدي بير مفرد، يبقى اختار تيدي بير. ذيز ار طبعا جمع، فريند صديق مفرد، تشيلدرن جمع، كازن مفرد، يبقى اختار ايه؟ تشيلدرن. درس مهم جدا جدا، اسمه ميت ماي فاميلي، قابل عائلتي. بقول لي answer yes or no، is this your grandma، ده جدك؟ هقول له yes he is. تمام، او this he yes this is my grandma، طالما هو جايب this is هجاوب بthis is، هقول له yes this is my grandma. are these your parents، هل هؤلاء او والديك، هقول له yes these are my grandparents. Are these your friends؟ أقول له yes they are أو these are. Do you want the teddy bear؟ أنت عايز teddy bear دي؟ هقول له yes or no زي ما أنت عايز. بنكتويت الترقيم طبعًا، قول لي these are my friends، هحط هنا إيه؟
نقطة في الستوب، وطبعا the first letter is capital، التي هنا هتكون capital، وحط نقطة في الآخر. do هعمل do capital طبعا، لأن إحنا بنعمل أول حرف في الكلمة capital. this is my cousin برضو التي هعملها capital. copy ده انسخ يعني خط. meet my family ده الدرس الأول. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد listen to اللي هي parts of day، أجزاء النهار إن شاء الله تعالى. يا ريت لو المحتوى عجبكم أو في أي تعليقات سيبوها تحت، وأشوفكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. ما تنسوش تنضموا جروب أو قناة تليجرام، عليها المحتوى كامل عشان ما تضيعش منك حاجة والواجبات والتدريبات. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.